اتفضلي يا دكتوره. عايزه اقول حاجه، انه في هذه الاجواء الامريكيه والهايد بارك في كتاب لبول فيندلي اسمه ان يجرؤ على الكلام. في قضايا تطلع تنزل تروح الهايد بارك تقول تشتم هيلاري، لكن لا تجرؤ على الكلام فيما يخص اللوبي الصهيوني مثلا، ما تقدرش، وهكذا. ده مش امريكا بس، في اوروبا. طب هو حد أيوة يتكلم أنا في لسه ما انا في لسه الهولوكوست مثلا في اوروبا لسه غير لسه لسه غير التاريخ الرسمي؟ لا يعني انا اقصد كمان حاجه تانية، انه فان دايك بيقول لك ايه، الخطاب الاعلامي سلطه في حد ذاته، مش كده؟ ميكروفون حضرتك ماسكه سلطه، حتى وانت بتوزع الكلام علينا هي سلطه الكلام. من يملك سلطه الكلام اللي هو بيقول حاجه مهمه قوي، والامريكان مشغولين بفكره البوليتيكال باور دي، السلطه السياسيه او القوه السياسيه، بيقول فيها والله كان زمان الف بيضرب بها علقه وبه يقاوم، فالشعوب تحارب بعضها والدبابات والشهداء. آن الأوان أنه يبقى الإعلام بس، ومناهج التعليم لوحدها هي اللي ليها الباور السياسي. فهنا الإعلام تفاقم دوره، وهنا كمان الإعلام الغربي في أوروبا وفي أمريكا لا موجه جدا، علشان في حاجة مهمة قوي هي اسمها إيه؟ القضايا الرئيسية اللي على الإعلامي هو بيكتب السكريبت، حتى المفعول به والفاعل والمبني للمجهول. ما هو ممكن يقول قتل وما يقولش من اللي قتل، مش كده؟ ممكن يقول قاتل وما يقولش شهيد. بالظبط، يعني اللغة. وهنا هنا مثلا الإعلام، وهو يعني احنا مثلا مندهشين، ولو ان ده شوية يخرجنا، ده احنا ما شفناش ولا مسلسل فيه شهيد، تصور. فليس هذا المجتمع الذي يقدم يوميا من عز أبنائه في عز الحياة، شبابه باع الحياة. فأن الأوان أنه كمان يبقى الإعلام مش منفصل كده عن الواقع، مش رايح طيب للمشاهد من غير رؤية إعلامية على أرضية وطنية وثقافية.